بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اخوه الايمان في هذا اللقاء المتجدد والذي نلتقي ونلتف به حول مائده القران الكريم حول وحي السماء حول كلمه الله الى انبيائه ورسله اجمعين هذا القران الذي كان هدايه للناس اجمعين هدايه لمن اتقى وطلب الهدايه وسلك طريقها وتمناها وتشوف اليها هذا القران هو كتاب سعاده البشريه جمعاء اذا فهمته واتبعته واتخذته منهجا في وجودها وفي حياتها وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهذا كتاب الهداية وهذا كتاب المعرفة وصلنا في سورة الحجر إلى قوله تعالى في الآية 26 بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما من حما مسنون فيبين الله عز وجل لنا البدايه بدايه الخلق لنفهم اسرار التكوين لنفهم مما تكون هذا المخلوق المتفرد بعقله والمتفرد بفهمه والمتفرد بسلوكه والمتفرد بابداعاته والمتفرد بتطوره فالله عز وجل يرجع بنا الى اللحظه الاولى يرجع بنا الى النقطه الاولى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون وكما ذكرنا سابقا ان الانسان المعني به هنا آدم آدم حصرا يعني وهذا يسهل عمليات البحث للباحثين يسهل عملية المعرفة لمن يعملون في معرفة أصل الإنسان فآدم ولقد خلقنا آدم الإنسان الأول من طين يابس يصلصل أي يظهر صوتا إذا نقر عليه أو حرك وحمأ مسنون من طين اسود يعني طين اسود خلق منه الانسان ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون وهذا ليس غريبا على علم الله عز وجل وليس غريبا على خلق الله عز وجل فقد خلق قبله الجان والجان خلقناه من قبل والجان خلقناه من قبل من نار السموم فالله عز وجل كذلك خلق الجان قبل الانسان، وهو نوع خلقه الله عز وجل من نار السموم من لهب شديد الحر، نار شديده الحر، شديده اللهب تنفذ في المسامي الخاليه من الدخان، فهذه النار التي خلق الله بها الجان، واذ قال ربك للملائكهِ. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ليش يا ترى هالاحترام؟ طبعا ليس سجود عباده، سجود العباده لا يكون إلا لله عز وجل، وإنما هو سجود احترام ليش هذا السجود بالاحترام؟ لان الله عز وجل قد وضع سرا في هذا المخلوق قد وضع شعله من النور لا تنضب الا اذا اطفاها الانسان فاذا سويته فالله عز وجل خلق الانسان خلقه فسواه فعدله يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم شو اللي عم بيخليك تغتر تعصي الله شو اللي عم بيخليك تغتر تنكر وجود الله شو اللي عم بيخليك تغتر تتحدى الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فالله قد خلق الإنسان قد سوى الإنسان وكما ذكرنا يعني مثال في الأسبوع الماضي أنه سيارة موديل 1930 او 1940 فورد ابو دعسه يعني كان الدولاب شكل والطاره شكل وبتمشي السياره بتطالع مية صوت بينما اليوم التسلا بال 2021 لا صوت ولا اي شيء طيب هي السياره خلال 100 عام تطورت هالتطور وتغير تصميمها وكل سنه بيغيروا تصميم السياره بينما تصميم الانسان هذا هو الإنسان طبعا بغير مكياجات وعمليات تجميل وكذا ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود أساس التصميم العينتين ما صاروا ثلاثة والأنف ما صار أنفين والتم ما صار أربع فتحات على اليمين وعلى الشمال ومن فوق ومن تحت فهذا الخلق فإذا سويته فهذه التسوية من الله عز وجل هذا الخلق البديع من الله عز وجل كم تغزل الشعراء بخلق الله عز وجل وكم تغزل الشعراء ببديع صنع الله عز وجل وكم وقف العلماء عاجزون أمام هذا الخلق العظيم أحد كبار العلماء كان يقول كلما شعرت بضعف الإيمان ذهبت إلى المخبر وأتحس في ضعف عندي بإيماني بروح لإيش بروح للمخبر شوف الخلية الحية كيف عم تتنفس كيف عم تطرح كيف عم تتكاثر كيف عم تحمي حالها كيف 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 كلها خليه واحده كلها خليه واحده من بديع صنع الله عز وجل انه وجد في الخليه الواحده كل الانظمه الموجوده في جسم الانسان بالخليه الواحده وبجسم الانسان يعني يعني عدد هائل من الخ من الخلايا التي لا يعني 70 تريليون خليه في جسم الانسان والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فهنا السر هنا السر هنا هذا السر الذي يبين لنا كيف ارتقى الطين من الطبيعة المعروفة الى افق الحياه العضويه والى افق الحياه الانسانيه بما فيها من ابداعات، بما فيها من تجليات، بما فيها من فتوحات علميه وفتوحات روحيه، فهنا يكمن السر الذي عجز البشر اجمعون وما يزالون يعجزون عن تفسير سر الحياه في الخليه الاولى، شو هو سر الحياه بالخليه الاولى؟ ما بنعرفه، ولو عرفناه لساوينا خليه، ولكن نحن اعجز من ان يعني نجعل هذا الامر ولا يستطيع احد ان يزعم انه قد وصل الى هذا الى هذا السر والحقيقه انه اليوم الانسان اذا ترك النظريه الالهيه الربانيه فهو يتخبط يتخبط ولا يملك او اول شيء ما استطاع ان يبين ان الانسان تطور عن غيره من المخلوقات ما اثبت الحكي في نظريات في نظريات ولكن لا يوجد اي اثبات في حلقات مفقوده وفي ما بعرف ايش وبيالفوا من عندهم اما انه استطاعوا ان يثبتوا ان هذا الانسان قد تطور عن غيره من المخلوقات ما في اثبات الى هذه اللحظه كذلك الامر ما استطاعوا ان ينفوا ان الانسان يعني والاجناس قد نشات منفصله منذ البدء ما استطاعوا ينفوا الحقيقه هاي انه لك انه لا والله ما ممكن الاجزاء تنشا ما استطاعوا ان ينفوا هذه الحقيقه وبذلك بكون يعني مثل ما بيقولوا ضربتين قاسمتين لكل تفكير عم بينكر هذا الامر، ما استطعنا اثبات أن الانسان نشا عن غيره من المخلوقات، ما استطعنا ان نثبت انه لم ينشا منفصلا منذ البدايه ومتفردا منذ البدايه والقران الكريم يعطينا هذا التفسير فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فهنا هذا هذه الروح التي نقلت هذا التكوين العضوي الوضيع الى الافق البشري الكريم الى الافق الانساني الرفيع ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم منذ منذ بدء التكوين وجعله متفردا بين الخلائق وظهر هذا التفرد في كل يوم بالانجازات العلميه بالإنجازات الفكرية، بالإنجازات الروحية والإيمانية، يعني في إنجازات هيك وفي إنجازات هيك وفي إنجازات وفي إنجازات هيك، فالحقيقة كل هذه الأمور تبين حقيقة أساسية. تبين حقيقة أساسية، أنك أيها الإنسان مكون من أمرين أساسيين، أنت من الطين فيك الماده فيك الغرائز فيك الشهوه وانت من الروح فيك السمو وفيك الارتقاء وفيك العلو ولا بد ان نقرر هذا التوازن واي اخلال بهذا التوازن سيؤدي بهذا المخلوق الى الشقاء يعني ما في كلام اي اخلال بهذا التوازن سيؤدي بهذا المخلوق الى الشقاء قال أخي نحن ألغينا الروح ألغينا الإيمان ألغينا الصلة بالله عز وجل قال شو قال كل دنيا أكل وشرب وحياة وبسط وشو و... و... اسمه طيب شو النتيجة عملوا هالتجربة هي وكانت بالمجتمعات المتقدمة شو النتيجة شو النتيجة انه تريليون تريليونات من الدولارات تنفق على بس الادويه النفسيه بالعالم. الادويه النفسيه مين عم ياخذها؟ الاغنياء والمتوسطين كل الناس اليوم كل ليش؟ لانهم الغوا هذا المتنفس الروحي الغوا هذه الصله بين الله عز وجل دمروا هذا التوازن عندك طير له جناحين قصيت له جناح بطير بينشال وبينخبط بينشال وبينخبط بينشال ما بيحسن يطير وكذلك هذا الانسان اذا اخلينا بهذا التوازن وهذا الخلل بأي من الاتجاهين يعني أعطوا بالكم مو أنه فقط والله المادة 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 لا إذا كبينا المادة ورحنا باتجاه فقط أنه روح 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 كمان آه هذا الإنسان يختل توازنه وحديث الثلاثة يعني بمنتهى الروعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع نفر من القوم ثلاثة من القوم يعني وجدوا أن النبي استقلوا عبادة النبي أنه النبي الله غفر له إن إحنا الله ما غفر لنا فبدنا ننشط بالعبادة وبدنا نزيد فقرروا بهذا الاجتماع السري المغلق قال أما أنا فأصوم ولا أفطر وأما أنا فأقوم ولا أنام وأما أنا فلا أتزوج النساء فعقدوا اتفاقية وزادوها هي, هي شو هي هي المزاودة بده يزاودوا على مين على عبادة النبي يعني مو كل شيء يعني الزايد أخو الناقص مو كل شيء زيادة يعني منيح مو كل شيء والله شو اسمه يعني يذكر مرة من المرات شخص كان بده يروح الحج معه أماني فراح لعند إمام الجامع قال له لمين بدي أعطيها حطة عنده قال له لا شوف أتقى واحد قال له طيب شلون بدي أعرفه قال له اللي بيطلع آخر واحد من الجامع وبيجي أول واحد على الجامع ففي واحد حرامي قاعد سمعان عجبته هالشغلة هي قال يلا اجت الله جابه اجا امتى بيفتح الجامع الساعه 2 اجا وحدة ونص يا اخي افتحوا وين بدنا نتهجد بد... هداك هذاك قال شو هذا ما شاء الله ف ضل هيك للناس كلها طلعت يا اخونا اطلع بدنا س... شو تسكروا بيت الله ما بيت الله فهذا قال لك هذا هو الشخص اجا لعنده قال له والله عجبني سلوكك يعني انت جيت بكير وطلعت بتق... قال له ايه مو بس هيك قال له لك قال له انا بصوم تنين خميس وانا كذا قال له والله اعجبتني صلاتك ورابني صيامك لا معناته هي شغلة فيها فهون هالزيادة الزايد أخو الزايد أخو الناقص كثرة الهد فلا يجوز فهدول الثلاثة المخلفين قرروا أنه يزاودوا حتى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فجابوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما فإني أتقاكم لله وأقربكم لله وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اللي بيطلع على الخط طلع برا إيه؟ يعني يعني لسه اللي راح للماديه ما طلع برا اما هذا طلع برا اللي المغالي الذي يزاود الذي هذا فهذا طلع برا فمو شطاره يعني التشدد والتزمت والانغلاق مو شطاره يعني بتكون انت مطالع حالك وانت مالك مالك عرفان فلذلك الامر فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ففي طين وفي وفي روح واي اخلال بهذا التوازن سيؤدي بهذا الانسان الى الفشل سيؤدي بهذا الانسان الى الانحراف عن الطريق القويم وكذلك الامر نلاحظ قضيه انه خلال آه ذكر القصه والايات تكرر موضوع الصلصال والحماء المسنون الآية 26 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون بعدين رجع قال لك بالآية 28 لما حكى مع الملائكة رب العالمين وأذ قلنا للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون رجع لما بالآية 33 لما سأل ابليس ليش ما سجدت؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ثلاث مرات ثلاث مرات خلال اقل من عشر ايات ثلاث مرات تكررت العباره ومعروف ان التكرار يتعارض مع البلاغه والقرآن في قمه البلاغه يعني يعني اذا انت ببيت شعر كررت الكلمه مرتين او كذا شو اسمه فهذا يتعارض مع الـ 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 البلاغه وهون يعني رب العالمين كررهم ثلاث مرات ليش؟ قال مو القصد هون البلاغه بقصد توجيه الرساله الى هذا الانسان انه دير بالك يا ايها الانسان انت بدك تكبر بدك تساوي مراكب فضائيه وبدك تعمل سيارات كهربائيه وبدك تعمل اختراعات وبدك تساوي وبدك وبدك وبدك, وبدك تعمل كمبيوترات وايفونات وكذا, وكذا 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 بس لا تشوف حالك لا تشوفي حالك لا تحسي بحالك انت شغله كتير يعني كبيره وشغله انت اصلك من صلصال من حمق مسنون ثلاث مرات تكررت رساله لبني الانسان أيها الإنسان تواضع أيها الإنسان طأطئ وانحني لربك لخالقك لمبدعك لصانعك للذي نفخ فيك الروح لتنقلب من جمال من طين إلى إنسان حضاري متقدم مفكر مبدع هي, هي الحقيقة فثلاث مرات تكررت من صلصال من حمأ مسنون أيها الإنسان تواضع أيها الإنسان اعلم من خلقك أيها فإياك إياك أن تتجاوز عليه بالإنكار إياك أن تتجاوز عليه بالتكبر أوعى أوعى عرف حالك عرف حجمك عرف مصدرك قال أخي طيب نحن يعني ما شفنا لما رب العالمين خلقنا من طين ومن كذا ومن هذا وشو اسمه ومن حمق مسنون قال طيب منيح انت ما شفت البدايه بس انت شفت النهايه. وانا لنحن نحيي ما شفتها على الانسان بس شفت ونميت شفت ونميت ونحن الوارثون هي شفتها. انت ما شفت حالك لما خلقت من طين وخلقت من تراب وخلق بس شفت حالك لما رجعت للتراب مين منا ما شاف يعني اخوانه واصدقائه وامه وابوه اقربائه لما تم مواراتهم بالتراب ولما رجع فتح القبر وصار القبر كله تراب فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم كما ذكرنا انه الله عز وجل قد خلقك ايها الانسان وابدعك وبين يعني خلقك وعظيم خلقك بنفس الوقت بين لك رسالة مهمة أيها الإنسان تواضع أيها الإنسان إياك والتكبر أيها الإنسان إياك أن تقع بهذا الخندق الخطير ليش قال لأن في غيرك وقع فيه ولما بيوقع به بي الخندق التكبر هذا فبيخسر كل شيء الكبرياء ردائي والعظمة إذاري من نازعني به ما قصمته ولا ابالي. شيء خاص بالله عز وجل، في اسماء وصفات خاصه بالله عز وجل لا تكون للبشر باي حال من الاحوال ف فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون. فسجد الملائكه كلهم اجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. قال كل الملائكة سجدوا إلا إبليس. طيب هالجملة خلت البعض يقول ويصر يعني إنه إبليس من الملائكة، يا أخونا إبليس مو من الملائكة. الله عز وجل ذكرها في سورة الكهف صراحة وقمة التفسير للقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن قال لك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن ففسق عن امر ربه قال فمعناته هون الاستثناء منقطع استثناه من امر السجود مو من آه انه الملائكه كلهم سجدوا الا ابليس بالملائكه وما سجد لا استثناء انه كلهم سجدوا الا هو ما سجد فهذا هو الاستثناء ايش؟ الاستثناء المنقطع الا ابليس ابى ان يكون من الساجدين ليش؟ ليش؟ قال يا ابليس ما لك ألا تكون من الساجدين شوف طيب يعني رب العالمين ما بيعرف طيب رب قال لا قال بس رب العالمين عم بيعلمك رب العالمين عم بيعلمك لا تأخذ قرارات قبل ما تسمع الطرف الثاني معلش ولو كنت شايف الحقيقة مية بالمية ولو كنت وصلان لا رب العالمين باسمه الرب عم بيعلمنا أنا ربكم وخالقكم ومع ذلك قال يا ابليس ما لك الا لك؟ سأله لا نحن ما في حال اخي انا عرفان بيني مع الشغله انا فهمان الموضوع من اول ال... يا حبيبي ولو عرفان ولو فهمان ولو بيني معك الشغله ولو 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 بتجيب صاحب العلاقه تقول له يا اخونا يا حبيبنا يا اختنا ليش عملت هيك ليش ساويتي هيك ليش ساوي شو كان قصدك شو كان غايتك شو كان هذا هاد... الدين هذا الاسلام عنا شعار كبير كبيناه وراء ظهورنا فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نحكي على الزلمة ومنشلشل عرضه ومنألف عليه قصص وحكاية ومنألف عليه شي صار وشي ما صار ما نجي نسأله ما نجي ناخذ ونعطي معه طيب منيح يعني أنت شايف حالك أهم استغفر الله يعني من رب العالمين ولا شاف أسوأ من إبليس فيا أحبابنا وين وأهل الدين ما عم بحكي على على قهوة النوفرة وعلى خمارة أبو لا أبو عم نحكي على أهل الدين عم نحكي على أهل الجوامع عم نحكي على فلذلك يا أحبابنا بدنا نفهم هالأدب القرآني بدنا نفهم هالإشارات القرآنية والمرامي منا وغاياتها وأسبابها قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال: لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. هو خالق من طين، من انا اسجد له؟ اي انا اها انا متى ما, ما قلت انا هذه القاتله إيه؟ انا خير منه، انا افهم منه، انا اشطر منه، انا اقدم منه. أنا أعرف منه أنا وطني أكثر منه أنا متى ما نظرت أنت لنفسك بعين التميز وعين الثناء وعين الكذا دخلت الإبليسية على الموضوع نحن العرق المميز نحن اللون الأميز نحن كله بيّن الله عز وجل كل أنواع التفرقة هي تفرقة تخرج من مضمار الإنسانية تخرج من مضمار الصراط المستقيم تخرج من مضمار الحقيقة الأساسية أنك أيها أنتم متساوون شو خلقتني من صلصال وخلق شو والله هذا من هون وهذا من هون شو هذا لونه هيك وهذا لونه هيك شو هذا بلده هيك وهذا بلده هيك تأسيب, تأسيب 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 بالبلد الواحد وبال حتى بالمدينة الوحدة حتى بتلاقي لك والله أخي شو والله فرضا حمام مشان ما دائما نحكي على الحماصني شو والله اهل حما؟ بيقول له هذا من المدينه وهذا من الحاضر الله حتى كمان لاهل حما في في كله تاسيب 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 قد ما فينا نقسم أد ما فينا نجزئ أد ما فينا يقول له اخي انت من وين من الشام من جوات السور ولا من برات السور يا حبيبي لا عاد صفي سور ولا عاد صفي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فقال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فلذلك يا احبابنا الله عز وجل كرر للانسان ثلاث مرات من صلصال من حمأ مسنون لان بده يجي ناس تشوف حالها، بده يجي ناس تتكبر وتتعجرف، بده يجي ناس يعني فقصه طريفه تذكر عن سيدنا الحسن انه راى شخص يسير هيك متعجرفا ومشي معه مرافقة ونافخ حاله هيك نافخ حاله راح ينفجر من كتر ما له نافخ حاله فمشي سيدنا الحسن خلفه وقعد قلده كيف عم بيمشي هيك ونافخ حاله فالتفت عليه هديك قال له يا هذا أتعرفني جاي عم تقلدني بتعرفني أنت قال له إيه بعرفك قال له بعرفك قال له أولك نطفة مزرة أنت بدايتك نطفة حقيرة وآخرك جيفة قذرة آخرتك جيفة وأنت ما بينهما تحمل العذرة تحمل الفضلات رقم واحد ورقم اثنين ها مين أنت هذا أنت يعني كمادة هذا أنت إذا ما ارتقى الإنسان يا أحبابنا في يعني عالم الملكوت إذا ما ارتقى الإنسان بصلته بالله عز وجل إذا ما ارتقى الإنسان بذكره لله عز وجل فأصبح له وجود في عالم الروح اصبح له وجود بعالم السماء فلما سيدنا يونس كان بالحوت والتجا الى الله عز وجل وصرخ في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني صاحت الملائكه يا رب صوت مألوف نعرفه كل يوم بيدعي وكل يوم بيتهجد وكل يوم بيسال وكل يوم كل يوم بيترجى وكل يوم فهل فهل انت يا اخي صوت معروف بعالم الملكوت بعالم السماء هل أنت يا أختي صوت معروف بعالم السماء بعالم الملكوت بينك وبين الله ما بدنا القصة ما بدنا بينك وبين رب العالمين ذي يا أحبابنا رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لا يؤبه له مو والله قال أخي أنا بعمل أشعث أغبر بفرجي حالي للناس بطلع بخت لا 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 يؤبه له لو أقسم على الله لأبر قسمه لو أقسم على الله لأبر لأبر قسمه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم هذا شو هي عقاب هذا التكبر هي عقاب هذا التمييز العنصري البشع مو انه والله عمله مو انه انا عملي احسن من عمله مو انه انا فكري مو لا انا الماده تبعي انا غير شيء الماده تبعه لونه غير شكل وكمان هو طين اسود وانا كمان والله فلا كيف يعني قال فاخرج منها فإنك رجيم فقال تعالى أخرج من الجنة فإنك ملعون مطرود من رحمتي لعصيانك أمري لتكبرك لتجبرك لطغيانك لتمييزك لتفريقك شعرت أنت أنه عرفت أنت من هذا عرفت شو بده يعمل عرفت شو بده يساوي لا دغري أنا خير منه أنا أحسن منه أنا كذا أنا كذا قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه يعني اللعنه الطرد والابعاد من رحمه الله بنحو دائم مستمر الى يوم القيامه والحساب وان قال وان عليك اللعنه الى يوم الدين فلذلك يا اخواننا ويا اخواتنا إياك ثم إياك باللعن اللعن هذا كثير هو الطرد من رحمة الله أوعى واحد بلعن بلعن حياته ما بيجوز ما بيجوز أحيانا بلعن أولاده أحيانا بلعن المصلحة تبعه أحياء لا يجوز لا يجوز هذا الكلام يعني النبي نهى عن لعن الدابة قال الدابة ما بصير فأوعى أوعى هذا الطرد من رحمة الله إياك هذا يعني شيل هالعباره من 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 لسانك ما بتلاقي غير واحد عم بيلعن استبدل اللام بالنون ينعم معلش ينعم هالولد استبدل اذا اذا انت معود لسانك في ناس بتعود لسانهم على اللعن فاستبدل بينعم ينعم اما والله اللعن فليس المؤمن بلعان ولا طاعان ولا فاحش ولا ولا بذيء وان عليك اللعنه إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون عطوا بالكم مشان ما نغيب عن الأساس بعد ما رب العالمين حكى على المحشر وحكى على الخلق وحكى على الإحياء رجعنا لبداية القصة رجعنا لبداية أسرار التكوين في الإنسان رجعنا لبداية أن نفهم ساحة الخلق أن نفهم ساحة المعركة أن نفهم ساحة التحديات، أن نفهم العوامل التي تتحرك لتؤثر في هذا الإنسان. فمن هون إجت ضرورة قصة إبليس وتفصيل وحيثيات قصة إبليس. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي: فأنظرني إلى يوم يبعثون. أعطيني مهلي أعطيني مهلة ليوم ينبعثوا ليوم القيامة. ليش بده بده هالمهله هل هي ليثبت ان هذا الكائن هو كائن فاشل ليثبت ان هذا الكائن لا يستحق هذه الرعايه من الله عز وجل ولا يستحق هذا التكريم من الله عز وجل قال ربي فانظرني الى يوم الى يوم يبعثون فرب العالمين فطلب من رب العالمين أخرني ولا تمتني إلى يوم القيامة لا تموتني إلى يوم البعث قال فإنك من المنظرين مطرود من الرحمة ومبعد وطلب طلب فرصة أعطيه فرصة أعطاه رب العالمين بالعالمين رب العالمين فرصة فقال قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم يوم الوقت المعلوم يعني إلى يوم القيامة المعلوم عند الله عز وجل وليس عند أحد من عباده والشيء الطريف أنه حتى في العقيدة المسيحية عند إخواننا المسيحيين بيقول لك أن يعني الساعة فقط علم عندها عند الأب يعني حتى عيسى الذي اسبغوا عليه ما اسبغوا عليه ما بيعرف يوم القيامه، وهذا مصداق الاسلام هي حقيقه اسلاميه ان لا يعلم موعد يوم القيامه الا الا الله عز وجل، الى يوم الوقت المعلوم قال ربي، هون بقى التصريح الخطير، هون التصريح المخيف، قال ربي بما اغويتني؟ قال ربي بما اغويتني؟ لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين يا لطيف قضيتين أساسيات قضيتين محوريات في حياة الإنسان التزيين التزيين المبالغة, المبالغة, المبالغة بفرجيك هيك يعني كاسة البيرة محطوطة وعليها العرقانة من برا هيك من فيها وفيها شو اسمه والزلمة ماشي بالصحراء فرجيك يعني إذا شرب كاسة هالبيرة مو راح يحقق النشوة والسعادة راح يحقق يعني بفرجيك الشهوات بزينا 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 حتى تخرج بالإنسان عن الحقيقة والواقع ما عاد يعجبه شيء لأنه هو حاطط بذهنه شيء خيالي شيء بعيد عن الواقع شيء ما له منطقي يا فلان أنت سعيد بزواجك لا والله ليش بدي اتزوج تاني طيب اتزوج تاني نفس لأنك عم تبحث عن سراب عم تبحث عن شيء مو حقيقي فهذا التزيين من الشيطان لا لهم الأرض اليوم الأرض مزينة يا جماعة نعم مزينة بكافة المناسبات بكافة الاحتفالات ليش لتأخذ بالقلوب لتأخذ فقط بالعقول والأبصار لتخطفك عن إيش عن السعادة الحقيقية فبيقول لك بدي سافر بدي روح بدي شوف شو حتشوف يعني شو حتسافر حتلاقي آه يعني آه خلق وبشر وسوان ورجال وبنايات وسيئات هذا اللي حتلاقي يعني وبحر ونهر وجبل يعني هذا العالم كله هذا هو العالم يعني تطلق تسميات مختلفة يعني اما الحقيقة الحقيقة واحدة قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فإبليس أطلق هذا التصريح بسبب اغواءك لي انت حطيتني بامتحان يعني رسبت انا بهذا الامتحان، طيب رسبت اعمل دوره ثانيه رسبت تراجع خطوه للخلف، رسبت يعني دير بالك على على هذا ما منعك الا تكون من الساجدين، معلش استدرك شوفي يا جماعه ابليس رب العالمين طلب منه يسجد لآدم فأبى واستكبر شاف حاله ما أمر رب العالمين يسجد لرب العزة اليوم بني آدم اللي عم يتكبر عن السجود لله شو وضعه هذا؟ شو وضعه؟ إبليس ما سجد لآدم طيب هذا اللي عم يتكبر أنه يسجد لله شو وضع هذا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين هذا الإنسان الذي يتجبر عن أمر الله هذا الإنسان الذي يتكبر عن أمر الله هذا الإنسان الذي يطغى ويتبغدد شو قال هو أقل أسوأ من الشيطان هو بأسفل إيش ثم رددناه أسفل سافلين يعني وين السفل السفل قال هو أسفل من السفل فردين رجعنا للتكبر من صلصال من حماء مسنون بيقول لك يا اخي شو هذا نسجد لله يعني نحن الانسان وين كرامه وين عز اه شايف انت يعني آه هذا هذا مكان عظمتك وهذا مكان رفعتك وهذا مكان شرفك وهذا مكان سعادتك انما اشكو بثي وحزني الى الله كلا لا تطعه واسجد واقترب فحينما يرى ابليس الساجدين يضرب نفسه ويقول أمرني, أمرني الله بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم فسجد أما هذا اللي ما سجد فهذا المسكين فهذا الضايع ولو كان عنده مليارات وهذا اللي ما له فهمان شيء لو ملك الدنيا بالطول وبالعرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين وإلى روح من سبقنا من آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا إلى دار البقاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد حق حمدك سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا امان الخائفين. ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض. ارحمنا اذا ورينا التراب وفارقنا الاحباب. ارحمنا اذا وقف علينا الملكان يا رب العالمين. يا رجاء السائلين ارحمنا اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. ارحمنا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يا رب العالمين. يا رجاء السائلين ارحم من سبق من اخواننا واحبابنا وارحامنا الى دار البقاء، اللهم انت اعلم بهم وبأسمائهم، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اهدنا الصراط المستقيم. ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة